هذه النقوش الصخرية عندنا حتى ظهرت في العصور التاريخية، إذن عندها تاريخ. البحث العلمي بصفة عامة طلب الباحثين هما المحرك ديال البحث العلمي. أولا هذه النقوش هي أول مرة تلقى في المغارة. بالنسبة لنا النقوش الصخرية راه فيها اختلاف عاوتاني، ولكن حنا ظهور الكتابة راه معروفة، ولكن هذه النقوش الصخرية عندنا حتى ظهرت في العصور التاريخية، إذن عندها تاريخ. هناك نقوش صخرية قديمة جدا تنتمي للعصر الحجري القديم والأعلى، وكان نقوش صخرية وفنون صخرية تنتمي للعصر الحجري الحديث، وكان نقوش تنتمي إلى ما قبل التاريخ، يعني المرحلة الممهدة لدخول التاريخ، وكاين نقوش صخرية تعتبر من فئات داخلة مرحلة التاريخ. يعني إخصائيين يقدروا يفرقوا بيناتهم بين هذه النقوش حسب يعني التاريخ. تشكلت على جوج المراحل. المرحلة الأولى هي الهيكلة ديال المغارة بنفسها، يعني المياه الجوفية، تدفق المياه الجوفية، القوة ديال الماء هو اللي خلق هذه المغارة، يعني بالظاهرة الطبيعية المعروفة بالظاهرة الكارستية، يعني فينومين دو كارستيفيكاسيون، لأن الأحجار الكالسية ومع الماء، إذن هذيك ذوبان ولا ذوبان الأحجار الكالسية وكتعطينا واحد الأنفاق ولا يعني أماكن كانت مليئة بالماء، ومن بعد الهواء هو اللي جاء يعني تحول المكان ديال الماء. المرحلة الثانية هي المرحلة اللي جات بحال تزيين ولا نحت يعني هذه المغارة. إذا الأشكال اللي كنشوفوها اللي كنسميوها يعني الرواسب، سواء الرواسب داخل المغارة كنسميوه لي سبيليوتيم، يعني كتختلف. كاين الرواسب البيولوجية، يعني بعض البقايا ديال إما بقايا العظام ولا بقايا الحيوانات اللي كانت وترصبت كاينة موجودة، لأن الخفافيش كانت هنا عايشة وكانت الحيوانات أخرى، وكاين الرواسب ذات المنشأ الكيميائي. تكونت بفضل يعني الماء ديال الأمطار، هو غني بثاني أكسيد الكربون ومحمل بالأحماض. إذن تسرب إذن الماء اللي كتسرب من يعني سقف من عبر الشقوق ديال المغارة، البنية ديال المغارة سمحت بالماء ديال الأمطار اللي قلنا غني بثاني أكسيد الكربون وبالأحماض، يعني هي اللي تسببت في خلق هذه الرواسب يعني الكالسية. وفي بعض الأحيان كاين هذاك الاستلاجميت ولا ذاك الهوابط والصواعد
منين كيتلاصقوا كيكون لنا اعمده ولا دي كولون، وكاين اشكال مختلفه، كاين حتى اجسام ديال اشكال خياليه واشكال يعني متنوعه يعني الطبيعه. وحنا داكشي كنقولوا بلي ان هذا يعني الرواسب الكالسيه عطات لنا اشكال كما كنشوفوا في هذه المغاره، اللي كتعتبر بحال اللي قلنا بحال شي متحف طبيعي. كنلقاو حتى اللي كنسميوه لي دغابري، لي دغابري يعني كتسرب الماء على جدران المغاره وتعطينا اشكال مختلفه، ومع الزمن يعني عندها يعني الاف السنين كتكون هذيك الرواسب الكالسيه المتواجده، يعني اختلاف ديال دي مليون داني سا ديبون عندهم يعني التكوين ديال واحد لا كالسيت ولا كيفاش عندها بلونشي ستالاغميت، عنده واحد المده الزمنيه ديال التكوين ديالها. اذا وعلى حسب الا بغينا نقدروا لان حتى هذه التكوينات الكالسيتيه كتعطينا تاريخ ديال تكوين المغاره. وفي نفس الوقت كتعتبر كخزان للمعلومات ديال البيئة اللي كانت محاطة بهذه المغارة. إذن عندنا دراسة ديال هذاك البلورة اللي هي لاكالسيت اللي قلنا هي اسمها بحال لابوات نواغ ديال المغارة، هي اللي غادي تعطينا كاع هذه المعلومات اللي يمكن تكون الأرشيف، يعني هذاك ديال كيف تكونت المغارة، البيئة اللي كانت في هذيك الأزمنة. بصفة عامة الطلبة الباحثين هما المحرك ديال البحث العلمي، علاش؟ لأنهم هما كيكونوا يعني العناصر الأكثر تفرغا للبحث العلمي مقارنة مع الأساتذة اللي كيكونوا مشرفين في المجال ديال البحث العلمي ولا مجال ديال الدكتوراه. ممكن حتى الطلبة الباحثين يساهموا في التدريس داخل الجامعة. لهاد المغاره هذه مازال ما كاينش يعني طلبه باحثين اللي كيشتغلوا على هاد الموقع هذا، ولكن من بعد ان شاء الله مع الاشراف ديال السي اوراق يقدر يكونوا في السنوات المقبله ان شاء الله طلبه اللي يكونوا متفرغين يجيو التخصص متفرغين يجيو يبحثوا في المغاره، لان كما شفتوا واحد المغاره اللي الحجم ديالها كبير بزاف، يعني باش انك تقوم بالمسح ديال كاع الجدران هذه واحد العمل اللي كيتطلب الوقت بزاف. مع الاهتمامات ديالو في التدريس مع البحث العلمي ما يقدرش يكون عنده تفرغ بنسبه ديال 100% يعني للبحث العلمي، ولكن طالب باحث يقدر يجي لهنايا ويخدم يعني اتيتروبوزي يخدم يسو بالاد دون لي كوان يلفي دي 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 لوفي. هذا هو الاهميه ديال الطلبه في المجال ديال البحث العلمي في هذا الميدان. في هذا المجال هذا انا بديت نشتغل فيه، انا التخصص ديالي ماشي هو الاركيولوجي، التخصص ديالي انا جيوتكنيك جيني سيفيل، ولكن كما قلت هذا المجال هذا فيه زوج ديال نقولوا زوج ديال الاوجه
كاين وجه ديال الطالب الباحث وكاين وجه ديال المواطن العادي. كنديروا دي كومباني مع الاساتذه مع طلبه اخرين، وصراحه هاد 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 لامبليكاسيون هاد نقول حنا هاد التموقع ديالك في هاد المنطقه هادي كي يحملك واحد المسؤوليه اللي كبيره بزاف، لانك تولي عندك مسؤوليه ديال البحث، يعني انك تشجع وتساهم في البحث العلمي، والمسؤوليه الثانيه واللي هي اكثر جسامه واكثر ثقل هي انك تعرف بهاد لو باتريمون اللي عندنا في لا ريجيون. هاد لو باتريمون هذا خص يوصل للناس، وحنا هذا هو لو رول ديالنا. يعني دابا نقدروا نقولوا بلي عندنا دوبل كاسكيت، كاسكيت سيتويان، كاسكيت شيرشور سيونتيفيك دون لو دومين، ميم سي كيما قلت انا في الاول ماشي لو دومين ديالي، ولكن مهتم به، ويعني كنشارك مع الاساتذه يا اما من ناحيه ديال البحث العلمي، يا اما من ناحيه ديال لونكادرومون، التاطير ديال الزيارات ديال الطلبه لهاد المواقع. علاقات التنميه بالبحث العلمي، خصنا نعرفوا باللي كاين واحد النوع ديال الثروه اللي ممكن نقوموا به ولا ممكن نحققوه عن طريق البحث العلمي. يعني كاين دي سيت سواء اركيولوجيك سواء دي بارك ناتورال سواء دي، احنا كنهضروا غير على مجال واحد. يعني كاين مجالات في البحث العلمي اللي ممكن منها اننا نثمنوا الأبحاث العلمية، وهاد الأبحاث العلمية يكون عندهم واحد نقول واحد لا بروجيكسيون سور لا في سوسيال ديال لو سامبل سيتويان. هذا الشيء يقدر يجيب لنا واحد النوع ديال السياحة اللي سياحة ثقافية، لان السياحه كاين فيها الناس اللي كيقلبوا على المتعه العاديه، وكاين واحد الناس اللي كيقلبوا على المتعه الفكريه. المتعه الفكريه هذه ممكن تجذب تستقطب فيها واحد العدد لا باس به ديال السياح، وتعرف بالمنطقه والناس ديال المنطقه، هي ما ديش يكون عندها غير تاثير على المنطقه، ولكن يقدر يكون تاثير على المستوى الوطني. أول مرة دخلت لهاد المغارة كان عندي نفس لا رياكسيون بحال ليكيب اللي دخلت لهنا بور لا بروميير فوا. يعني كتشوف يعني الجمالية يعني العظمة ديال خلق الله، يعني كتشوف شي حاجة اللي ما سبق ليك شفتها. وصراحة هاد لو بيزاج اللي كنشوفو حنايا وهاد لي ستركتور هادو اللي كنشوفو هنايا راه يعني شي حاجة اللي لو كان تعرف بها فوالا لا كروت دو شامو وكاع. بالنسبة يعني ما كاينش غير هاد لا كروت في المغرب، يعني كون نعرفوا بهاد المنطقة هادي وتكون يعني اكسيسيبل بوبليك، لأن المشكل اللي عندنا دابا هو مشكل ديال الاكسيسيبيليتي. يعني عندنا لا كروت بدينا كنديروا التعريف ديالها، ولكن مازال ما راهاش واجده لاستقطاب العموم. يعني مازال خصنا عاد نديروا واحد واحد لابار ديال لو ترافاي باقيه خصنا نديروها باش نزيدوا نعرفوا بهذه المنطقه وناهلوها لاستقطاب الزوار والسياح. اولا هذه النقوش هي اول مره كتلقى في هذه المغاره، وكتلقى في مغارات يعني باطنيه في نقوش هذا النوع هذا في جميع المناطق المغاربيه اول مره. اذا عندها واحد الصبغه يعني هي قديمه، يعني هي نقوش يعني شبه تصويريه وتصويريه وهندسيه. يعني هذوك عندها هذاك الوصف ديالها يختلف عن النقوش المعتاده اللي كنلقاوهم في العصر الحجري الحديث
ولا ما قبل التاريخ. إذن هذو الميزة ديالهم هي أنها قديمة جدا، والتاريخ أعطينا لهم تنتمي للزمن يعني العصر الحجري الأعلى والبيباليوليتيك، مقارنة مع مواقع يعني كانت فيها دراسة وتاريخ في يعني في جنوب أوروبا مثل في فرنسا وإسبانيا والبرتغال. إذن هذه المقارنة هي اللي أعطت لنا تقاربية، مقاربة تقاربية مع النقوش التي عثر عليها في هذه المناطق. ولكن اللي هو أمل مهم وهو أن هذه النقوش كتجي مغطاة باللورة الكالسيت. إذن هذيك البيرلاوت الكالسيت تاريخ ديالها يعني احنا أخذنا عينات من أجل يعني تاريخها، وهي اللي غادي تعطينا تحسم لنا في هذا التاريخ، يقدر يكون هو هذا كل أقل ولا أكثر، ولكن مقارنة كتكون في هذا الزمن ديال الحقبة ديال العصر الحجري الحديث الأعلى.